الصيغة الكيميائية للإيثانول، تعال نشوف كده في الألدهيد. ألاقي عندي رقم التفرع، اسم التفرع، الكان، وبضيف له آل في الآخر، يبقى إيثانول يعني ذرتين كربون سي اتش او، تمام، سي اتش 3 لأن 2 سي. ففين هنا سي او اتش؟ ده حمض، او اتش ده كحول، سي او ده كيتون، يبقى سي اتش او او سي او اتش او سي اتش او يعتبر ايه؟ يعتبر هو الالدهيد. يبقى اذا هو الاجابه دي، سي اتش 3 سي اتش او، اللي هو الصيغه العامه ليه، او صيغه الصيغه الكيميائيه للايثانول.